فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة حفظكم الله لسؤال الشاب المذاء يقول: إذا كنت قد تذكرت أني لم أغسل ملابسي أثناء الصلاة فهل يجب علي أن أقطعها؟ نعم نعم، إذا تذكرت هذا أثناء الصلاة تقطع الصلاة، تغسل ثيابك وتبدأ من جديد. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.